ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ دكتور هلال الدنامي. مرحبا بك دكتور هلال. يعني شهور لم تحل أزمة البصرة، بل على العكس يعني تتفاقم رغم التظاهرات التي لم تتوقف. كيف تنظر إلى الأوضاع المعيشية هناك في البصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولمن والمشاهدين قناة الرافدين. أهلا بك دكتور. ولشعبنا العراقي الصابر الذي أنفح وطاة الاحتلال وحكومات الاحتلال. حقيقة وضع البصرة لا يفرق كثيرا عن وضع كل العراق منذ 15 عاما، والشعب العراقي في تراجع في كل شيء، في تراجع في خدماته، في مستوى الأداء، في مستوى وارتفاع فقط في مستوى النهب الحكومي لمقدرات الشعب العراقي والإهمال المتزايد لكل حقوق الشعب العراقي في كل مكان. البصرة تعاني وكغيرها من محافظات العراق من الإهمال المتعمد والانتهاء في تقاسم المكاتب والمال الحرام الذي حقيقة أنهك الشعب العراقي كثيرا، حيث أصبح على أهل البصرة المطلب القوي هو الماء الشرب. تعرفون أن عندما تتفاقم الأزمات إلى هذا الحد يفكر الإنسان، ربما نحن لا نجيز أول ابتداء فكرة الأقليم لأن تقسيم العراق سوف يضعف الجميع، لكن دعونا نكون واقعيين في المطلب الذي هو ظاهره حسن وباطنه كما تفضل تقريركم الابتزاز والجني المكاسب. ماذا سيحصل أقليم البصرة إذا حصل هذا الأقليم؟ ماذا سيحصل من تغيير في مجرى حياته اليومية كأهل البصرة؟ أولا، طالما أن الذين يحكمون أهل البصرة هم نفس هذه الأحزاب ونفس هذه الوجوه ونفس هذه المكونات، فسوف يكون المطلب لصالح نفس هذه الأحزاب، وبالتالي سوف تذهب خيرات البصرة التي يحلم بها أهل البصرة، ستكون نعيما لهم ستكون وبالا عليه. شيء آخر، قضية الهروب إلى الهاوية هذا ليس حلا، لأنه اليوم البصرة وغدا العمارة وتتبعها الديوانية وثم تتبعها محافظات أخرى، لأن هذا العدوى سوف تسري في كل البلد على هذه الشاكلة. كلهم لديه مشكلة لا يستطيع حلها مع الحكومة. لماذا الآن أصبحت الحكومة تطلق الدعوات أو تتعالى، أقصد يعني من هنا وهناك، تحويل البصرة إلى إقليم على غرار كردستان؟ هل هذا هو الهدف؟ العراق والمحافظة على العراق، ولكن ماذا حافظ من العراق؟ مدن مدمرة، شعب يخرج بالشوارع للمتطلبات يضحك منها العالم. يعني عندما يخرج الناس للمطالبة بلقمة العيش وماء الشرب، يعني لم يطلبوا ديمقراطية بمستواها الحقيقي، ولم يطلبوا رفاهية، ولم يطلبوا إعادة أعمار، ولم يطلبوا البناء. يريدون أن يعيشوا كبشر في المستوى الأدنى أو بالحد الأدنى الذي يعيش كل سكان الأرض الذين لا يمتلكون الثروات النفطية. والبصرة هي مفتاح العراق على العالم، هي الأم النفط، وهي أم الخير، وهي ثغر العراق الباسم. الآن البصرة تئن وشعبها يئن ولا حل. القضية الآن طرح مسألة الأقليم في هذا التوقيت هي سياسية صرفة ليس لها علاقة بالخدمات وليس لها ولا هي حل حقيقة، وإنما هي كل ما يطرح هو لأغراض بعيدة عن طموح الشعب البصري وشعب أهلنا في البصرة. لكن على العالم أن يفهم أنه هذه السياسة هي سياسة تتبع في اختلاق والتضييق الخناق على الشعب العراقي لكي نعطيه الأمل المرسوم إعلاميا ونسرق منه ما نشاء عندما يصفى الجو لنفس الوجوه للتحكم البصرة. الحل يكمن في العملية السياسية برمتها، سواء كانت في البصرة أو في العمارة أو في غير مكان، الوجوه نفس الوجوه والأشخاص نفس الأشخاص والأحزاب نفس الأحزاب. الحكومة نعم أهملت كل العراق، ولكن أليس من يدير البصرة هم من أهل البصرة؟ أليس الذين باعوا كل شيء في البصرة وسرقوا كل شيء في البصرة وتربحوا على حساب أهل البصرة ليس هم أهل البصرة؟ أين نواب البصرة؟ ما لهم يفعلون؟
إلى أي مدى تعتقد أن هذه الدعوات التي انطلقت عن الحديث عن إقليم البصرة وكذلك رد فعل ائتلاف المالكي عن هذا الحديث ومعه أيضا تحالف الفتح، يعني إلى أي مدى ترى أنه ربما سيجد من يؤيده ومن ينفذه على أرض الواقع فعلا في العراق؟ القانعون في خيرات العراق كثر، هذه الأحزاب وهذه الكتل تنظر إلى المكاسب قبل أن تنظر إلى أي شيء آخر. قضية الأقليم الآن الذين ينادون به أين كانوا منذ 10 سنوات عندما تشدقوا بوحدة العراق ولا يجد، طالبت قبلها صلاح الدين بالأقليم وسمعنا الأصوات في كل مكان تتعالى بأنه لا يجوز وحدة العراق وأنه هذا تقسيم، لماذا الآن لم يكن تقسيما؟ إذا النفاق السياسي الآن سواء كان من هذه الكتل أو هذه الكتلة مثل المالكي أو الكتل الأخرى التي تريد أن تقطف ثمار موجة الغضب الجماهيري في البصرة لكي تتربح من هنا وهناك، الهدف هو الانفراد في خيرات البصرة، ومن ثم ستجد أن نسبة النهب تزداد ويزداد الثراء الذين أتوا مع المحتل ويزداد شعبنا فقرا في كل مكان، وهذا الحال نلمسه لمسة اليد. أخيرا وفي دقيقة واحدة يعني دكتور هلال لو سمحت، أنباء عن إيعاز الرئيس الإيراني حسن روحاني بمد سكة حديد إلى البصرة، هل تمت ربط بين ذلك وبين ما يتم الدعوة إليه؟ أنا أعتقد أن القضية نعم لها ربط كبير، لأنه إيران تطمح في الحصول على البصرة منذ فترة طويلة، وكلنا نتذكر في حرب 8 سنوات أو أكثر محافظة تعرضت للهجوم الإيراني هي محافظة البصرة، وبالتالي السيطرة على البصرة طموح إيراني حقيقة من الدرجة الأولى، وهي تمدها للجسور منذ فترة طويلة، ولهذا تنبأ أهلنا في البصرة عندما أول عمل قاموا به هو غلق معبر الشلامشة لأنهم يعرفون من أين يأتي مصدر الشر. نشكرك شكرا جزيلا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي.